وأصحابه جمع صاحب أو صحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك. أما من لقيه وهو غير مؤمن به فليس بصحابي، فإن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه جلسوا معه، ومن لقيه مؤمناً به لكنه ارتد تبطل صحبته، تبطل صحبته إذا ارتد وتبطل جميع أعماله. نعم.